ده نشوف للأسف عندنا ظاهرة غريبة وعجيبة، يطق مطر ويقحصون بالشارع. هو الشوارع ناقصة؟ احنا بالكويت يطق المطر تذوب الشوارع، الحصم على هالكبر. واحد اشترى سيارة غالية كاش طم طلعها من الوكالة ب 25-30 ألف، دافع نصهم أقساط والنص الثاني كاش ميمح، وراكب السيارة ومرته وعياله كاش، والأخي قدامه يمشي واحد يقحص ولا زايد سرعته يلحصهم تدوف دوف دوف، يكسر الجام السيارة. أنا والله أتمنى من وزير الأشغال يدرسون حالة الطرق عندنا. أول مرة أشوف ديرة بالعالم يطق مطر يذوب الشارع. قالوا ليش؟ قالوا لأن الأسفلت فيه السلفر زايد، ولما السلفر SO2 ودي S2 يذوب معه اللي عرف شيء إيش ويتفاعل. زين ما يتفاعل الا عندنا الاسفلت؟ زين حلوها. قال والله عند البترول. ما عرفنا هي البيع عند البترول ولا عند الاشقاب. شوفوا التقرير. قاعد يستعرض. شوفوا 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 الرام شوفوا الرام شوفوا الرام شوفوا الرام يلا هذا الرام. شوفوا 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 الاستهتار شوفوا شوفوا الاستهتار شوفوا 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 الاستهتار شوفوا شوفوا شايفين الاستهتار شايفين الاستهتار شوف شوف الاستهتار شوف 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 والله ما عندي تعني. شوف المصيبة اللي جاية.